أخ محمد عباس، النهاردة إيه؟ النهاردة الأربعاء. الأربعاء. كنت أنت في جلسة يوم الاثنين. حصل. شايفك مصاب أو في معركة. عايزك تحكي لي النهاردة الجلسة إيه الفرق بينها عن المرة اللي فاتت؟ هو المرة اللي فاتت صراحة كانت مهزلة. بلا جدال، وكان يعني انتابنا شعور شديد جدا جدا أن الثورة تسرق، وأن الأمن بيمتص الصدمة بتاعت الثورة ليعيد ترتيب أوراقه لكي يعود أسوأ من مكان. عندما كان الأمن بيحمي أنصار مبارك ويعمل عليهم كردون أمني عشان يحميهم، وفي نفس الوقت بيقوم بالاعتداء على المتظاهرين وبيقوم بالاعتداء على أهل الشهداء، ده كان مثال سيء لأبشع نظام دكتاتوري. أن يحمي الجاني ويعتدي على المجني عليه، ده أمر يعني لا نرى إلا قليلا، وفي الحكومات الفاشية والنازية وحكومات الطغاة والدكتاتوريات. فكان مثال سيء أن أم شهيد أو أبو شهيد يجرع على الأرض ويضرب ويعتدى عليه بدون أي سبب. خد بالك، ده كان طبعا شيء مشين، وكل الناس شعرت أن الأمور فيها طبخة زي ما بيقولوا، وأن الأمور هتخرج عن النطاق. وأنا أظن أن لو الأمور صارت في هذا المسار، استخدام عصا الأمن من جديد والتعامل مع الناس بدون قانون واللجوء إلى قانون الغابة، الأمر سيكون أسوأ مما كان بكثير جدا جدا. يعني هل تظن أن الجلسة الفائتة كانت مرتبة من قبل الأمن لسحل أسر الشهداء؟ طبعا، ما كانش، لا ليس هناك مبرر لما حدث. أنا لا أرى أن هناك أي مبرر لما حدث، إن هم استعراض للقوة على أهل الشهداء من جديد، عاوز يعيد هيبته من جديد على حساب أهل الشهداء، وده أمر لن يكون. هذا أمر لن يكون، لأن المرة اللي فاتت كانت سلمية تماما. من يضمن لك أن تكون سلمية للأبد؟ إذا كنت أنت تقول أنا أخاف على النظام أو أخاف على الأمن في الدولة، أولا هناك انفلات أمني متعمد من وزارة الداخلية، ده أمر الجميع يشهد به، سواء القريب سواء البعيد. هل تضمن أن تكون الأمور سلمية للنهاية، أم إن هم يريدون أن يجروا البلد إلى مهلكة وبعد كده تعلن الأحكام العرفية وتسقط الثورة وكل الأمور تنتهي ونعود للمربع الصفر من جديد ونعود للبغي ونعود للضرب وهكذا؟ ما ينفعش. يعني أنت بتحتمل يكون في سيناريو لإشاعة الفوضى في البلاد لكي تقوم فئة معينة بقلب الحكم؟ أنا مش أعتقد، هي الأمور بتسير في هذا الاتجاه. أنا لا أعتقد هي الأمور بتسير لهذا الاتجاه. يقول لك إن الناس استفزوا الأمن، إيه يعني الأمن يستفز؟ يعني ايه الامن يستفز؟ يعني انت لا تتحمل كلمتين، هم بقى لهم 30 سنه ما سالش نفسه ليه ظابط، ليه الشعب بيكرههم؟ يعني ما فيش ظابط سال ليه الشعب بيكرههم؟ ليه دائما يتعرضوا للصدام؟ ليه دائما يتعرضوا للاهانه؟ ليه دائما يتعرضوا يعني هناك حاله عداء بين الشرطه وبين الشعب، ايه سببها؟ لابد ان الشرطه اذا كانت تريد ان تعود في مكانها الطبيعي لحمايه الشعب، لابد ان تقيم علاقات طيبه مع الشعب. اما انها تظل بهذا تظن ان الشعب سيحترم ضابط الشرطه باستخدام العصا، فهذا وهم. رايك في نزول الجمعه القادمه 9/9؟ انا ان شاء الله هنزل. في بعض الاسلاميين يعترضون على ذلك. لهم ما شاءوا، ولكن انا مقتنع اقتناع تام ان الثوره تسرق. وان الثوره تتعرض لمؤامره كبيره جدا جدا، ونحن يجب ان نتصدى لهذه المؤامره. تمام. يجب ان نتصدى لهذه المؤامره. شكرا. وطريقنا هو الشارع. شكرا.